منتصف الليل بتوقيت الجزائر، نشرة الأخبار، أهلا بكم وإليكم أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يستقبله الشيخ فيصل بن ثاني الثاني رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة أريد للاتصالات، ويستقبل سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر السيد لي بياني بمناسبة انتهاء مهامه بالجزائر. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يعزي عبر حسابه على تويتر الشهيد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر إثر حادث سقوط طائرته في مهمة تدريبية مبرمجة، أتقدم بتعازيه الخالصة لعائلته ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي. رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحومة إمنان رحمة ابنة زعيم مقاومة التوارق ضد الاستعمار الغاشم في صحرائنا الكبرى الشيخ أمود بن مختار. صديق الثورة الجزائرية إنريكو ماتيي يخص بالتكريم من قبل رئيس الجمهورية عرفانا وتقديرا لإسهاماته ودعمه للثورة الجزائرية، وتكريم الصحفي الإيطالي بييرو أنجيلا في احتفائية احتضنتها سفارة الجزائر بروما. نشكر رئيس الجمهورية اللي قدم لنا هذه المنحة، وإن شاء الله نتمناو نلقاو خدمة. تساعدني بزاف أمور، خليني نحي الأفكار السلبية اللي كانت عندي، وتحفزني باش نغامر نصيب شغل على حسب الدراسة تاعي. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، الشروع في صب منحة البطالة لقرابة 600 ألف طالب عمل مستفيد، وفي النشرة رصد لسير العملية عبر مختلف ولايات الوطن. في الحدث الكروي، المنتخب الوطني لكرة القدم يواجه نظيره الكاميروني اليوم ضمن مباراة الإياب الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر، والناخب الوطني يؤكد جاهزية النخبة الوطنية وإرادتها الكبيرة لإسعاد الجماهير الجزائرية. تفاصيل النشرة، أهلا بكم من جديد. بداية، استقبل أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية استقبل سعادة الشيخ فيصل بن ثاني الثاني رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار، ورئيس مجلس إدارة أريد للاتصالات. اللقاء جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلاف، وعن الجانب القطري سعادة السفير القطري بالجزائر السيد عبد العزيز علي أحمد نعمة النعمة. كما استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمقر رئاسة الجمهورية استقبل سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر السيد لي لياني، الذي أدى له زيارة وداع إثر انتهاء مهامه بالجزائر. اللقاء جرى بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية السيد عبد العزيز خلاف. وعقب الاستقبال، أدلى سفير جمهورية الصين الشعبية المنتهية مهامه بالجزائر بالتصريح التالي: السلام عليكم، اليوم أتشرف باستقبال فخامة الرئيس دي بعد انتهاء من مهمتي كسفير الصيني في الجزائر. إن هذا زيارة تعتبر زيارة وداع لفخامة الرئيس. طبعا وخلال المقابلة سيد الرئيس معي، وإنني عبرت عن شكري وامتنان لتسهيلات ودعم وحسن تعاون من الجانب الجزائري لمزاولة مهمتي كسفير الصيني في الجزائر. وكما خلال المقابلة، وأن عبرت عن عزيمة الجانب الجزائري للجانب الصيني لتعزيز صداقة وتعاون بين الصين والجزائر. وكمان طبعا أن نقلت أطيب وأخلص تمنيات وتحيات من الرئيس الصيني
إلى فخامة الرئيس. وطبعا خلال 3 سنوات الماضية وأن أعملت في الجزائر وأن شفت طبعا علاقة بين الصين والجزائر وهي تتطور في كل مجالات، ونحن نتبادل دعم بعض لبعض في مجالات مختلفة بما فيها مجال سياسي ومجال اقتصادي ومجال اجتماعي. وكما أن شفنا وشفت طبعا حسن تعاون أو تعاون مثمر في مجالات اقتصادي ومجال وغيرها من مجالات أخرى. وطبعا أنا سعيد جدا للعمل مع أصدقاء جزائريين ومع جانب جزائري لتعزيز التعاون والصداقة بين الصين والجزائر. وإن الصين طبعا وهي تولي اهتمام بالغا لتعاون وصداقة بين الصين والجزائر، ومستعد للعمل مع جانب جزائري لتعزيز صداقة وتعاون بين الصين والجزائر، مع أنني سوف أغادر الجزائر، ولكن إنني سوف أكون داعما ومساهما في تعزيز صداقة وتعاون بين الصين والجزائر. وعبر حسابه على تويتر عز رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عز الشهيد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر الذي استشهد في حادث تحطم طائرة عسكرية كانت في مهمة تدريبية مساء أمس الاثنين بعد إقلاعها من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية، حيث كتب السيد الرئيس: تفقد الجزائر اليوم صقرا من صقورها الشهيد الرائد الطيار بن مبخوت الطاهر في حادث يدمي القلوب بعد سقوط طائرته، فبهذا المصاب الجلل أقدم تعزية الخالصة لعائلته ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، إن لله وإن إليه راجعون. وعلى إثر وفاة إمنان رحمة ابنة زعيم المقاومة الشعبية بصحرائنا الكبرى الشيخ أمود بن المختار عن عمر ناهز 96 سنة، بعث رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون رسالة تعزية لعائلة المرحومة فيما يلي نصها: تلقيت موقنا بقضاء الله وقدره نبأ وفاة المغفور لها السيدة إمنان رحمة ابنة المقاوم الأبي الشيخ أمود بن مختار زعيم مقاومة التوارق ضد الاستعمار الغاشم في صحرائنا الكبرى، وحيث لا رد لقضاء نزل أمام أجل حل، فإنني أسأل الله عز وجل أن يتغمد المتوفاة بواسع رحمته ومشمول مغفرته، وحسن الظن قائم في أنها ستلقى الله راضية مرضية بعدما لاقت من هول العل والمرض، فكانت صابرة مقاومة محتسبة من صلب مقاوم لا يثنيها عن عزمها سوى قضاء الله، وإذ أحتسب عند الله أن يسكنها فسيح جناته مع والدها الشيخ أمود والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإنني أسأله تبارك وتعالى أن يعظم أجركم في مصابكم وأن يصب عليكم من شآبيب الرحمة والسلوان، والحمد لله رب العالمين، إن لله وإنا إليه راجعون. بمقتضى أحكام المادتين 91 الفقرة السابعة و121 الفقرة الثالثة من الدستور المرسومي الرئاسي الموقع أمس 25 شعبان 1443 هجرية الموافق 28 مارس 2022، عين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عين البروفيسور شمس الدين شتور والسيد بن عالية بالحواجب عضوين في مجلس الأمة ضمن الثلث الرئاسية. في موضوع آخر وفي احتفائية رمزية احتضنتها سفارة الجزائر بروما الإيطالية، كرم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صديق الثورة الجزائرية المدير الأسبق للمؤسسة الوطنية الإيطالية للمحروقات أنريكو ماتييه، عرفانا لإسهامه ومساندته للجزائر ولقضيتها العادلة إبان الثورتية التحريرية المجيدة. كما كرم السيد رئيس الجمهورية الصحفي بييرو أنجيلا الذي ساهم في تغطية ونقل مظاهرات 11 ديسمبر 1960 إلى العالم كله،
قد منح السيد الرئيس لكل منهما وسام استحقاق ولقب أصدقاء الثورة الجزائرية. La remise au nom de Monsieur le Président de la République Abdelmajid Tebboune de la médaille des Amis de la Révolution algérienne. Le célèbre journaliste présent aujourd'hui parmi nous, Piero Angela, et à titre posthume, Feu Enrico Mattei. Per me è un orgoglio ricevere questa. شرف كبير لي أن أستلم هذه الميدالية. والجائزة باسم أنريكو ماتي. هذا التكريم بالنسبة لي ليس فقط عرفانا لذاكرة أنريكو ماتي، هو التزام للمستقبل لمواصلة نهجه. بادرنا بحوار في عديد الجوانب منها الاقتصادية والثقافية مع سفارة الجزائر بروما، ولكن أيضا مع هيئات جزائرية أيضا. الأصداء الأولى إيجابية جدا وتجعلنا نفكر في أن التعاون الجزائري الإيطالي يقطف ثماره اليوم لأن علاقاتنا في هذه الفترة تاريخية. أشكركم على هذا الشرف الذي منحتموني إياه. الجزائر كانت مركز اهتمام بالنسبة لي كصحفي في الفترة من 1955 و1962، أي في فترة الثورة التحريرية. كنت مراسلا حينها للأخبار، وكانت القضية الجزائرية في واجهة الأخبار الدولية. أستطيع القول أن الرأي العام الإيطالي أنذاك كان متعاطفا جدا مع الجزائر ومؤيدا لاستقلالها. أتمنى أن ترتقي العلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا في خضم ما يعرفه العالم من أحداث معقدة. أنريكو ماتي أحد أصدقاء الثورة الجزائرية، ساهم بشكل هام وفعال في الدفاع عن القضية الجزائرية وعن حقوق الشعب الجزائري في الاستقلال. كان ورقة هامة في يد المفاوضين الجزائريين من أجل ضمان تحقيق استقلال الجزائر كاملا غير منقوص، خاصة فيما تعلق بالصحراء الجزائرية. أنريكو ماتي في هذا البورتري لجميل عربيت. هبوط اضطراري بأومسك السيبيرية ذات يوم من ديسمبر العام 1958 كان سبباً في لقاء السيد أنريكو ماتي بوفد الحكومة الجزائرية المؤقتة الذي كان في مهمة إلى بكين وموسكو. لقاء كان فرصة للصناعي الإيطالي المختص في مجال النفط والصناعات البتروكيميائية للتعرف على القضية الجزائرية، وهو الذي لا طالما آمن بمبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها وتحقيق سيادتها واستقلالها واستغلال ثرواتها. ومنذ ذلك أصر ماتي على التعرف على الثورة الجزائرية، وكان له ذلك في لقاءات عديدة جمعته بمسؤولي الحكومة الجزائرية المؤقتة بمختلف عواصم العالم، من بينهم بن يوسف بن خدة، سعد دحلب، سي محمد يزيد، محمد الصديق بن يحيى، عبد الحفيظ بوصوف، وأحمد بومنجل. ساهم أنريكو ماتي في إقناع العديد من الساسة والزعماء في إيطاليا بعدالة القضية الجزائرية، وهو ما جعل الإعلام الإيطالي يتوجه نحو الدفاع عن القضية الجزائرية وحق الشعب الجزائري في الاستقلال، خاصة فيما تعلق بشق الصحراء الجزائرية. وبفضل موقعه كصناعي مختص في المجال، زود ماتي الحكومة الجزائرية المؤقتة بملفات مهمة تتعلق بالسياسة الاقتصادية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وكل ما يتعلق بالسياسة البترولية، خاصة في مرحلة مفاوضات إيفيان، حيث جعل أنريكو ماتي خبرته في المجال بحوزة الوفد المفاوض الذي كان بمثابة ورقة رابحة وضاغطة في يد المفاوضين الجزائريين، ما جعل المخابرات الفرنسية تضاح تحت الرقابة للحد من الخطورة التي صار يشكلها على مصالحها في الجزائر. أنريكو ماتي الذي دافع عن عديد القضايا العادلة عبر العالم، شاءت الأقدار أن يغادر الحياة غداة الاستقلال، وهو الذي كان يؤمن بشدة أنه سوف يأتي اليوم الذي يزور فيه الجزائر حرة مستقلة.
تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، انطلقت أمس عملية صب منحة البطالة لقرابة 600 ألف شاب مستفيد من المنحة، حيث جرت العملية في موعدها في ظروف تنظيمية محكمة عبر مراكز البريد المتابعة لدلال بوطب. ساعدني بزاف أمور، تخليني نحي الأفكار السلبية اللي كانت عندي وتحفزني باش نلقى منصب شغل على حسب دراستي. نشكر رئيس الجمهورية اللي قدم لنا هذه المنحة، وإن شاء الله نتمنى نلقاو خدمة. نشكر رئيس الجمهورية على هذه المنحة، إن شاء الله يدبروا لنا خدمة. داروها لنا كشغل القليل اللي ما عندهش راح يحوس على خدمة، هذه الفرصة هذه تفتح لنا الباب إن شاء الله. لم تكن بالنسبة لهم مبلغا ماليا بقدر ما كانت تحفيزا على المضي قدما والإصرار على إيجاد منصب شغل يؤمن مستقبلهم ويحفظ كرامتهم. جينو سيد أقلق نخلص صد نفرح إن شاء الله سير زيت عطفني الخدمة. كيف فنيد بلي الحاجة الهان قام تعاوننا تصلي جاني قمني خدمنا المواطن تعاون شوية الساقي الله يبارك أشكر الدولة يقلنا شكان أنا دسجاد نخلص يعطيهم الصحة. رغم الظرف الاقتصادي وواقع التوازنات المالية، القرار كان شجاعا لبلد 70% من مواطنيه شباب، والالتزام جاء في ظرف قياسي حين حرص السيد الرئيس على إدراج هذه المنحة في ميزانية 2022 ليتسلم اليوم أكثر من نصف مليون طالب عمل منحتهم عبر كافة مناطق الوطن. في إطار منحة للبطالة يعني هي شبه راتب تخفيف معاناة المواطن للظروف الاجتماعية التي يعيشها، تعتبر هذه مصروف جيب للمواطن. خريج جامعي واليوم هي أول كما نقولوا أول مرة راح نستفيدوا من منحة البطالة. الإجراءات على كل حال كانت شوية سهلة ما كانتش صعيبة بعد الاستفادة على كل حال من منحة البطالة وبعد التسجيلات، ولله الحمد كلش مشى بكل بساطة يعني وبكل سهولة. أكثر من 1,200,000 شاب ولج المنصة الرقمية الخاصة بمنحة البطالة، رقم يؤكد حاجة فئة من الشباب الجزائري إلى مناصب عمل خاصة بعدما أفرزته الأزمة العالمية لوباء كورونا من ركود اقتصادي. منحة جاءت في وقتها وإدراجها كان من إدراك عميق وإحساس بواقع الشباب البطال الذي أعطته جرعة أمل بأنه من أولوية الاهتمامات لا على الهامش والتهميش. أشكر سيد الرئيس تبون المبادرة التي قام بها. اليوم راجعتنا البريد المواصلات متنقل إلى قرية بنيلي منطقة نائية، واليوم رانا معولين وخلصوا المنحة اللي دارها سيد الرئيس. والحمد لله اليوم راني استفدت، كنت في أول دفعة استفدت من هذه المنحة تاع 1,300,000 اللي دارها رئيس الجمهورية. نشكر رئيس الجمهورية اللي قام بهذه المبادرة وشجع الشباب. اليوم جينا نخلصوا في المنحة تاع البطالة اليوم، ونتمنى الجماعة قاعدين شراء لما مريقلوش أمورهم مريقلو أمورهم ويخلصوا هذه المنحة تاع البطالة هذه. الحمد لله مع شهر رمضان هذه جينا لبس بعد جين مصروف ولا جي حية. أول بلد إفريقي يقر منحة للشباب طالبي العمل تعينهم على ظروف الحياة، والتحدي الأكبر مناصب عمل قارة. في النشاط البرلماني، عقد أمس مجلس الأمة جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس صالح كوجيل، خصصت لعرض وتقديم 3 مشاريع قوانين قدمها وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، تتعلق بقانون مجلس الدولة، قانون التنظيم القضائي، وقانون المساعدة القضائية. وبالمناسبة أكد وزير العدل حافظ الأختام على مراجعة اختصاصات مجلس الدولة القضائي بإنشاء محاكم الدولة للاستئناف، داعيا إلى ضرورة تكريس التقاضي على درجتين في الجانب الإداري. برلمانيا دائما، حيث استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي استقبل وفدا عن البرلمان الأوروبي يقوده أندرياس شيداخ. اللقاء يندرج ضمن تمتين العلاقات بين الجزائر والبرلمان الأوروبي باعتبار الجزائر شريكا هاما لأوروبا. بقصر الحكومة استقبل أمس الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن فريق التقييم الموفد من قبل مفوضية الاتحاد الإفريقي الذي يترأسه أغراي
جون دوغلاس أمبالي عن وكالة التنمية للاتحاد الإفريقي النيباد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في إطار ترشحها لاستضافة مقر الوكالة الإفريقية للأدوية. قد شكل هذا اللقاء فرصة لتأكيد التزام الجزائر الكامل والثابت نحو إفريقيا والاتحاد الإفريقي، وعزمها على دعم مبادراته الرامية إلى تعزيز التكامل والاندماج الإفريقيين وتجسيد أهداف الأجندة القارية 2063، بما فيها مشروع الوكالة الإفريقية للأدوية التي تم بشأنها التباحث حول العرض الجزائري للمقر. من جهته استقبل أمس وزير المالية عبد الرحمن راوية الشيخ فيصل بن ثاني الثاني رئيس استثمارات أسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة أريدو للاتصالات. الطرفان بحثا سبل تعزيز فرص الشراكة بين البلدين في مجال الاستثمار. في الذكرى التاريخية، أشرف أمس وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيدر بيغا أشرف على إحياء الذكرى 63 لاستشهاد العقيدين عميروش وسلحواس، هذا من موقع استشهادهما بجبل الثامر بولاية المسيلة، أين زار متحف وترحم على أرواح شهداء. ذكرهما من مبدأ الوفاء والعرفان لجميع الشهداء، ومن باب الوفاء لعهد الشهداء الذين أرسوا لنا مبادئ وقيم، ولعل على رأس المبادئ والقيم التي أرسوها لدى الجزائريين هي قيم الوحدة والتلاحم الوطني. في جو جنائزي مهيب، وري أثر بعد ظهر أمس بمسقط رأسها بجنات جثمان المرحومة إمنان رحمة ابنة زعيم المقاومة الشعبية بصحرائنا الكبرى الشيخ أمود بن مختار، التي توفيت عن عمر ناهز 96 سنة بحضور السلطات المحلية وأعيان المنطقة. إلى ملف الصحراء الغربية الآن والموقف المتحول لإسبانيا حول القضية العادلة، حيث خرج المئات من أفراد الجالية الصحراوية بالشوارع والمدن الإسبانية رافضين لموقف سانشيز، داعين العالم إلى نصرة قضيتهم. التقرير لعبد الله بوزاري. يتواصل الغليان الشعبي الرافض للقرار الأخير لرئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. الجالية الصحراوية كانت حاضرة بقوة في مظاهرات شعبية منددة بالقرار ومؤكدة على الرابط القوي مع القيادة الصحراوية. هذا رافضينه وندوا به ولينتموا نكافحوا من أجل تحرير أرضنا ومن أجل أن نتصدّاوا لأي محاولة لسياني من طرف الحكومة الإسبانية، سياني من أي طرف، ولا بديل لبديل عن تغيير المصير. الشعب الصحراوي يواصل كفاحه من أجل الاستقلال ومن أجل الحرية ومن أجل طرد الغزاة المغاربة من الصحراء الغربية. إلى عاد اللي باعونا 75 اليوم راهو جيل ثاني، راهي عقلية ثانية، راهي ناس ثانية متحملة المسؤولية ودارتها على عواتقها، ولا نهي بيعنا رقاش ولا مصير فاصل عنهم يقدوا يبيعوا الصحراء ولا يبيعوا الشعب الصحراوي. كفاهم من خيانة الشعب الصحراوي، كفاهم يعني من هاي لا ترايسيون ديال بابلو الصحراوي اللي نحن سبت معاناة الشعب الصحراوي كورينتا ساي سانيوس. احنا في اللجوء بما ان بايعتنا اسبانيا باش عنها تعود عندها مملكة، باش تعود عندها الري، باش نعود تعود قاعدة عندها الري. نادوكم ماروكوس باعوا الشعب الصحراوي، اول يوم الشعب الصحراوي باولاده وبمناته ولا يقدر حد يبيعه. المظاهرات التي نظمتها الجالية الصحراوية قبلة وزارة الخارجية الإسبانية شهدت مشاركة المئات من أفراد الجالية الصحراوية القاطنين بعدد من الدول الأوروبية. تحية مغادرة لجيش التحرير الشعبي الصحراوي، تحية الجالية الصحراوية في إسبانيا اللي تدافع يوميا عن حقوق الإنسان. نحن مع استغلال الصحراء، واللي ما هو لنقاش ما يقدر يبيعوا، اللي ما هو لنقاش لأن الصحراء الصحراويين وحامينها مقاتلين وحامينها طلبة وحامينها نساء كل الوطن والشعب. الجالية الصحراوية جاية من جميع المناطق الإسبانية، ياك تندد بتصريح شانتيز اللي يصرح به انه مع الحكم الذاتي، هذا رافضين الصحراء جمله وتفصيلا، ورافضين المتعاونين معنا والمتضامنين مع القضيه الصحراويه. عاشت الجبهه الشعبيه، عاش الجيش الشعبي الصحراوي، نحن سائرين حتى انتزاع الحريه والاستقلال.
الضغط الشعبي من جانب الجالية الصحراوية ومن جانب الشعب الإسباني على حد سواء يقترب من إتمام أسبوعه الثاني ويبرز مدى عدالة قضية الشعب الصحراوي ومشروعية مطالبه. هذا وتتواصل ردود الفعل المنددة بموقف سانشيز، حيث عبر رئيس الحكومة الإسبانية السابق خوزي ماريا أزنار عن رفضه لأي تراجع أو تطاول على قضية الصحراويين العادلة. إن قرار سانشيز الداعم للمغرب فيما يخص الصحراء الغربية هو بمثابة خطأ جسيم وتاريخي للحكومة الإسبانية. يحدث هذا في بلد يحترم سيادة البلدان الأخرى، وعوض حل المشاكل فإنه بهذا القرار تزداد الأوضاع تأزما وضغطا على الأطراف الأخرى. كما عبر وزير الخارجية الإسباني السابق خوزي مانويل مارغايو عن إدانته الشديدة للموقف المتحول تجاه القضية الصحراوية التي كانت ولا تزال عادلة بالنسبة للشعب الإسباني والمجموعات الدولية قاطبة. بيدرو سانشيز فاجأنا بضربه عرض الحائط بقرار يتعارض والسياسة الخارجية لإسبانيا. هو بذلك ينسف كل الحلول الأممية. قرار سانشيز هذا يتعارض أيضا والبرنامج الانتخابي للحزب الاشتراكي الذي وعد به. في الرياضة 90 دقيقة فقط، تفصل أشبال بلماضي عن حلم التواجد في مونديال قطر ومعهم الجماهير العاشقة. قراءة في مباراة العودة المؤهلة في هذا التقرير لطارق بوفليح. قال الجوهرة السوداء بيلي بعد التتويج بكأس العالم العام 62 سددت الكرة بقوة نحو الهدف دون وهاب بن بلحي ورفقائه الذين وبعد حسم 90 دقيقة الأولى باشروا بذات العزم والقوة استعداداتهم للموقعة وبكل وعي أن المهمة ليست سهلة والنتيجة أكبر من أن تكون غاية شخصية لأن الآمال معلقة عليهم من الشعب بأكمله ولأجل ذلك دراسة معمقة لكل الاحتمالات خضع لها اللاعبون وعمل نفسي كبير للتواجد في أفضل حال كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في هدوء مع البحث عن فجوة تنير درب المونديال للجزائر لخامس مرة في التاريخ. كسر أرقام ظلت لسنوات غاية في الصعوبة بترويض الأسود الكاميرونية على أرضهم يعي جيدا بالماضي أن لا معنى لها إن لم تتمم بتأهل مطبقا مقولة الفنان ألفارو موتيس أن الهدف الذي تسعى إليه دون تقدير للعقبات ودون خوف من المخاطر هو هدف بعيد المنال فلا مجال للخطأ يقول بالماضي للاعبيه. تحسبا لهذه المباراة الحاسمة دعت المديرية العامة للأمن الوطني المناصرين في بيان لها إلى تجنب اقتناء تذاكر الدخول إلى الملعب من قبل الخواص أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتفادي التعرض لأي احتيال أو تزوير كما أكد البيان على منع حمل أو إدخال الألعاب النارية أو الشماريخ إلى الملعب وكل من يضبط بحوزته تذكرة دخول مزورة أو ألعاب نارية سيتم توقيفه وتقديمه أمام الجهات القضائية هذا وكان العميد الأول للشرطة رشيد غزلي خلال نزوله ضيفا أمس على بلاتو نشرة الواحدة قد أعلن عن مخطط حركة المرور المسطر بهذه المناسبة. جندت المدير العام الوطني جميع الوسائل البشرية والمادية لتأمين هذا العرس الذي نعتبره لقاء مفصلي ولكن كذلك عرس وطني وهذا من خلال وضع تشكيل أمني يتلائم الوضع الراهن تشكيل أمني مرن حيث تم تسخير أكثر من ما يعادل 3500 شرطي وهذا بغض النظر عن جميع القوات الشرطية التي سيتم إقحامها في هذا المجال على المستوى الوطني في حال فوز الفريق الوطني وإن شاء الله سيكون النصر لنا. التشكيل الأمني يعتمد أساسا على التواجد الكثيف لقوات الشرطة داخل الملعب
في المحيط المجاور للملعب وكذلك على جميع المسارات المؤدية إلى الملعب. وعلى هذا الأساس أدمج هذا التشكيل الأمني غلق بعض الطرقات وهذا لتسهيل حركة المرور. نعم، فيما يخص حركة بالفعل السير أذكر منها أن شارع كريتلي مختار حيث حبش سيتم غلق الطريق بدءا من الساعة 7:30 صباحا إن شاء الله غدا، غلق الطريق على مستوى نقطة وادي بومفتاح وثم تحويل الحركة المرورية نحو بن بولعيد وثم إلى شارع العربي تبسي. أما فيما يخص شارع تطاجوان سيتم غلق الطريق على مستوى التليفريك محطة التليفريك ويتم تحويل الحركة المرورية إلى الحي الإداري ثم إلى الشارع الرئيسي لبلدية خزرنا ومنه إلى طريق السيار شرق غرب. أما فيما يخص طريق خزرنا كذلك سيتم غلق الطريق على مستوى مفترق طريق خزرنا ويتم تحويل الحركة المرورية نحو المحول المؤدي إلى المنطقة الصناعية، والشرطة ستكون متواجدة باكرا في الصباح بدءا من الساعة 5 صباحا حيث سنتواجد في الميدان لتأمين هذا اللقاء. نعم. وعلى هذا الأساس أدعو جميع المواطنين أن يعطوا هذا اللقاء هذا صيغة عرس. والآن أخذكم في جولة إلى البوليدة، معقل انتصارات وأفراح الكرة الجزائرية. البوليدة مدينة لا تنثر الورود فحسب بل أهدافا كذلك، يقول عبد العزيز بن سالم في هذه الصورة الفنية. عندما تذكر البوليدة يستوقفك التاريخ ليحدثك عن مدينة عريقة متجدرة تمتد لمئات السنين، مدينة معروفة باسم مدينة الورود لكثرة الورود والحدائق فيها. البوليدة الواقعة في منطقة سهلية محاطة بجبال الأطلس البوليدي تمتاز بعديد الخصائص والميزات، صناعة تقليدية مزدهرة وتراث شفهي تتناقله الأجيال وتحافظ عليه من الزوال. البوليدة هي أيضا الثقافة والأدب والفن والسياحة. الزائر لمدينة الورود يبهر لمناظرها الطبيعية الجذابة ومرافقها السياحية المنتشرة في كل مكان من فنادق ومركبات سياحية تسهم في الانتعاشة الاقتصادية للمنطقة. ولعل أبرز معلم باتت تشتهر به البوليدة هو ملعب الشهيد مصطفى تشاكير الذي يتوسط المدينة وبات رمزا للفرحة والتألق وعنوانا لنجاحات منتخبنا الوطني لكرة القدم. الخضر الذين يلعبون منذ سنوات عديدة على هذا الملعب الذي ارتبط اسمه بإنجازات مبهرة ومحطات فارقة في تاريخ كرة القدم الجزائرية، أبرزها التأهل إلى مونديال 2014 عندما فاز منتخبنا على بوركينا فاسو في مواجهة الختام، ليكون الجزائريون على موعد تاريخي آخر بمناسبة مباراة إياب الدور الفاصل أمام الكاميرون. المحاربون بعدما وضعوا قدما أولى في المونديال ذهابا يريدون صناعة مجد آخر وعلى ذات الملعب الذي يعتبره الجزائريون جزءا من التاريخ المشرق لكرة القدم الجزائرية. بالتوفيق لفريقنا الوطني. نشرتنا تمت مشاهدينا، شكرا لكم على كرم المتابعة، ليلتكم هادئة والسلام عليكم.